صحبة وأنا معهم، يا أهل الهوى يليل، فاتوا مضاجعهم واتجمعوا بالليل، وصحبة وأنا معهم. مساء الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى حلقات برنامجكم صحبة وأنا معهم. الحقيقة يعني لو أنا هتكلم عن الصحبة، الصحبة كتير جدا، لكن الموضوع في الحلقة هو اللي هيجمعنا وهو اللي هيخلينا صحبة. لكن قبل ما اتكلم عن موضوع النهاردة، خلوني ان انا اشكر المنتج الفني رئيس مجلس ادارة شركة جو ميديا استاذ محمد رمضان، اللي هو يعني الحقيقة كان بيتكلم معايا اكتر من حوالي شهر، عاوزين نعمل حاجة كويسة، عاوزين نعمل حاجة جديدة، عاوزين نعمل حاجات كويسة من خلال شركة جو ميديا. والحقيقة لحد لما يعني كان المفروض ان انا اكون موجود الاسبوع اللي فات، لكن نتيجة ظروف الحالة الصحية بتاعتي أجلت الطلوع إلى إيه الأسبوع ده. كمان لازم أشكر محمد الملكي والأستاذ تامر عبد المجيد، المنتجين الفنيين في شركة جو ميديا، والحقيقة اللي بذلوا مجهود كبير جدا وكانوا متابعين معايا علشان نحن نخرج الحلقة دي بهذه يعني ونكون مع بعض من خلال صحبة وأنا معهم. طبعا فوجئت النهاردة بصديقي العزيز وليد عمارة المخرج، ومحمد ناجح الحقيقة يعني ومدير تصوير، وناس كتير جدا من الزملاء اللي أنا كنت أيام ما كنا بنعمل بيت العيلة فكانوا موجودين، وناس مشيت وناس جت، وهي كده حل إيه الدنيا. لكن عشان ما نعطلش نفسنا ونتكلم نخش في موضوع الحلقة النهاردة، احنا بنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا. الموضوع اللي هنصحبنا فيها النهاردة هو موضوع الشباب بين التربية الدينية والحالة النفسية والمزاجية. النهاردة أغلب يمكن المشاكل اللي بتقابل النهاردة الشباب هو البعض بيقال أو بيقول إن البعد الديني، هم بعدين عن الدين. البعض الآخر بيقول الحالة النفسية والمزاجية هي اللي بتؤدي إلى انحرافات الشباب. طب خلينا نعرف من الناس المختصين اللي هم يعني ذو شأن، مثلا معايا الدكتور مثلا محمد سعيد عطلة من علماء الازهر. اهلا بك يا دكتور. وبعد قليل هيكون معانا الدكتور عبد الله السيد احمد، وهو استاذ علم النفس، وهيكون معانا هيكلمنا برضو ايضا حول الحاله المزاجيه والنفسيه للشباب. طبعا احنا تليفوناتنا هتكون موجوده على الهواء مباشره، مخرج وليد عماره هيحطها لنا على الهواء، واي حد عاوز يتصل بينا من خلال البرنامج ويناقش معانا الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه هو علم التربيه الدينيه والحاله المزاجيه والنفسيه للشباب، وهل هي ممكن نقول ان بيؤدي ده الى غياب الوعي، مثلا الوعظ الديني مش موجود بيؤدي الى انحراف للشباب، ام ان الحاله النفسيه والمزاجيه هي السبب في انحرافات للشباب. خلينا مره ثانيه نرحب بدكتور محمد السعيد. دكتور محمد، يعني هل الوعظ الديني هو السبب الغياب يعني وادى الى انحراف للشباب، وزي ما بنشوف النهاردة بعض البلطجة، بعض الاسلوب السيء فيها؟ مع العلم انا عاوز اقول يعني ان لما نشوف ان الصحابة ايام الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا شباب، نعم. كانوا شباب، وكانوا يعني كان ما كانوش كبار في السن، يعني عشان وتربوا على ايد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلاح امرك للاخلاق مرجعه، إن ضاع أدبك فالأيام تكتئب، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الحمد لله مقسم الأرزاق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، فإن التربية القويمة للشباب تعتمد على ثلاثة محاور: قدوة، توعية، رقابة. لابد أن يكون فيه ثلاث حاجات علشان نقدر نوجه الشباب، لأننا إذا تلفتنا من حولنا لتلمسنا كثيرا من الشباب الظامئ إلى المعرفة السوية التي تقوده نحو السلوك القويم في هذه المهامة كي لا يضيع عبر الدروب الشتيتة.
سيما وقد صرنا في عصر العولمة والسماوات المفتوحة وشبكات الإنترنت والغزو الفكري الذي قد يؤثر سلبا على عقول النشء والشباب. لذلك لابد أن نركز على هذه المحاور الثلاث. أولها القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه هي القدوة العظمى. لكن مش هقف عند قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فقط. يجب الأب يكون قدوة لأبنائه. المعلم يكون قدوة لتلاميذه. الكبير يكون قدوة للصغير. لأن بعض النشء يريد قدوة ظاهرة. صحيح احنا هنعلمهم أن القدوة العظمى هي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. لكن لابد من القدوة الحاضرة أيضا. لابد أن الأب في بيته وفي منزله يكون قدوة صالحة. لأن علماء النفس قالوا أن فيه نظرية اسمها تسمى نظرية التربية بالقدوة. فكون قدوة صالحة لأولادك. إذا وجدنا أن بعض الآباء قد يكذب أمام أولاده هذه جريمة. بعض الآباء قد نجد الأب ينظر إلى الحرام أمام أولاده عبر قناة فضائية أو عبر موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو ما شابه ذلك. بعض الآباء يدخن أو يتعاطى شيئا أمام أبنائه. كل هذا من القدوة التي تؤثر سلبا على أولاده. قد ينطق الأب بألفاظ خارج. الأم تتحدث في الهاتف مع جارتها أو صديقتها في أعراض الناس وتخوض في سيرة الناس. هذه قدوة تضلل الشباب وتضلل النشء والعياذ بالله. كذلك لما نلاقي الأب والأم بيناموا عن الصلاة المكتوبة قدام أولادهم، دي مشكلة كبيرة. لأن معنى أن الأب أو الأم أهملوا في الصلاة، يبقى كده نزعنا قيمة الصلاة من نفوس النشء أو من نفوس الأبناء. والصلاة هي أساس الأخلاق لقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يبقى لابد من وجود قدوة ظاهرة حقيقية أمام النشء حتى يهتدوا بها. الأمر الثاني غير القدوة، لابد من الرقابة، الرقابة الأسرية. يعني الأب لابد أن يتابع أولاده، ما ينشغلش فقط بالعمل الخارجي ويكون مربي مجرد مربي للبدن بالمال فقط. طيب اسمح لي، عاوزين ناخد فاصل لان الدكتور عبد الله جه، وطالما انت ذكرت ان علم النفس كمان فهو ايه على طول الدكتور عبد الله ايه يخش ويقول لنا راي علم النفس في ما قلته سيادتك، ان مش بس ان احنا ناخد بالرسول عليه الصلاه والسلام والصحابه وسلم. بل هناك القدوه ايضا، القدوه اللي موجوده حاليا هو ايه؟ الاب. مشاهدينا الاعزاء، طبعا زي ما قلت لكم ان المخرج وليد عمار هيحط لنا التليفونات البرنامج علشان تتواصلوا معانا ونعرف هل حقيقي ان البيت سبب من الاسباب اللي تؤدي الى انحراف الشباب وعدم وجود قدوة موجودة يعتد بها الشباب وهي القدوة الأسرية، هل هي السبب في هذا؟ خلونا نرجع ونناقش هذا الموضوع بعد فاصل قصير، ويكون الدكتور عبد الله سيد موجود معنا. فاصل قصير. مرة تانية رجعنا لكم من خلال برنامج صحبة وأنا معهم. أذكر السادة المشاهدين أيضا أقول أهل الهوى يا ليل فاتوا مضاجعهم واتجمعوا بالليل وصحبة وأنا معهم. عشان كده يعني يمكن البعض يقول ده إيه، ده كلمات الشاعر الغنائي الراحل بيرم التونسي وأغنية يا أهل الهوى لأم كلثوم اللي ألحنها الموسيقار الراحل زكريا أحمد. فعشان كده لما سمعت الأغنية دي خلتني اللي أنا أقول هي فكرة البرنامج تيجي صحبة وأنا معهم. على العموم نرحب بضيفنا الدكتور عبد الله السيد أحمد أستاذ علم النفس بجامعة 6 أكتوبر. أهلا بك يا دكتور عبد الله. دكتور عبد الله، يمكن إحنا موضوع حلقة النهاردة بنتكلم عن التربية الدينية وعلم النفس وتأثيرهم في إيه؟ في الشباب، في الحالة المزاجية وفي بعض العنف اللي احنا بنشوفه فيه. الدكتور محمد السعيد قال إني مش بس القدوة هي نعم قدوتنا هو رسول الله والصحابة وكل، لكن هناك قدوة أسرية مفروض أن متواجدة الآن. وضرب مثل بعلم النفس، قال إن علم النفس بيقول إن لابد أن يكون هناك قدوة تكون موجودة ومنها إيه؟ الأب والأم مسؤولين عن فيه. هل النهاردة بنرى ان الحاله المزاجيه والعنف اللي موجود في من بعض الشباب يعني النهارده او الجيل الجديد النهارده اللي بدا من 16 و17 و18 هل سببه هو الحاله النفسيه والمزاجيه ليهم، او ان بعد الغياب الديني برضو والاسره والواعظ الديني ايضا في الجوامع او في المدارس وكل ده سبب في هذا العنف يا شبابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله
وصحبه وسلم. في حقيقة الأمر إن في مجموعة من العوامل، يعني سيادتك اتكلمت عن كذا نقطة، لكن هي فعلا كل هذه عوامل مؤثرة في تربية الشباب. طبعا نمرة واحد تعتبر الأسرة التنشئة الاجتماعية. احنا دايما بنقول التنشئة الاجتماعية، التنشئة الاجتماعية بتبدأ من المنزل. في مرحلة معينة الطفل بيكون في المنزل لغاية سن 4 سنين 5 سنين، نحن بنسميها مرحلة ما قبل المدرسة. قبل ما يخش المدرسة بيكون في الحضانة، فهذه المرحلة بيكتسب فيها الطفل السلوك عن طريق ما يسمى بالتقليد والمحاكاة. يعني ايه التقليد والمحاكاة؟ زي ما قال الدكتور ان هنا الاسلوب ده بيعتمد على القدوة، فهو دايما بيقلد ابوه، بيقلد امه، بيقلد كذا، اي سلوك بياخده بيلتقطه الطفل ده. فالطفل ده بالظبط احنا بنقول عليه زي المراية. المراية الانطباعات الأولى تدوم. فالطفل دايما بيشوف السلوك وبيقلده. إذا كان هذا السلوك صح فهو بيكتسب سلوك جيد، إذا كان هذا السلوك خطأ بيكتسب سلوك غير جيد. نقطة التربية في الأسرة هي نمرة واحد. فأسلوب القدوة ده من أساليب التربية، احنا اتكلمنا عنه كتير، فهو موجود في علم النفس معترف به كأسلوب في التربية، وقدوة الرسول عليه الصلاة والسلام إن القدوة الحسنة خير بالنسبة للأطفال الصغيرين. حضرتك يعني انا بيحضرني بعض الامثله حصلت معايا انا شخصيا، والحته دي يعني زرعت فينا كاجيال قديمه موجوده فينا ان احنا لازم نزور اهلنا، لازم نزور قرايبنا، لازم نزور عمتي، لازم نزور خالتي. طب السلوك ده جاي من فين؟ انا ما اتعلمتوش لا في مدرسه ولا حاجه، فوالدي كان يوم الجمعه ياخدني نروح دي عمتك، دي خالتك، ده عمك، ده كذا، لازم الناس دي نزورها كل اسبوع ولازم نسال عليها دي. فالسلوك ده اتزرع في نفسنا، فاحنا لازلنا محتفظين بهذه التربيه. بس ممكن نقول دكتور عبد الله يعني قبل ما الجا للدكتور محمد سعيد، يعني عايز اقول لك يعني مثلا غياب الطبليه، طبلية العيلة اللي هي يوم الجمعة هي السبب في ان في يعني كنا بنشوف ان العيلة كانت بتجتمع يوم الجمعة، الاخت والاب والام والازواج كلهم بيقعدوا مع بعض بيتغدوا مع بعض. دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده. هو دلوقتي شباب التكوي يعني يعني الصبح انا بشوف مثلا الابن امه تقول له اعمل لك سندوتش، اعمل لك مش لا 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 لا. فهو طبعا الشباب التكوي ده أصبح بعيدا عن المائدة الأسرية. المائدة الأسرية دي مهمة جدا. يعني كان لما يقعد الأب يلم الأولاد حواليه، طب فلان جاي، طب لا نستناه، طب أنت اتأخرت ليه، يبتدي يحس أنه فعلا اتأخر، فيبتدي يلتزم في عملية المائدة أو التبليل اللي قلت عليها حضرتك. دي بتعمل تواصل اجتماعي، أن أنا أحس أن أنا باكل مع أهلي، مع دي بتعمل. وطبعا الحتة دي ابتدت تقل شوية، ودي من ضمن العيوب. يعني ليه بقى؟ لان الاولاد اللي في الكليه واللي في الجامعه واللي هنا واللي هنا، فبدا فعلا يعتمدوا على ما يسمى بالتيك اوي والسندوتشات والكلام ده كله. هذه الاشياء مضره طبعا صحيا، في نفس الوقت بتبعدنا عن التواصل الاجتماعي داخل الاسره. طب دكتور محمد، يعني خليني يمكن الاستاذ دكتور عبد الله كان اتكلم عن ان قال لك التواصل الاجتماعي ايه يعني بدا يمكن بدا غايب، يعني هو اراد يخفف الموضوع قال بيقل شويه، لكن هو بدا غايب وبصوره واضحه. وايضا الغياب الواعظ الديني بدا غايب، يعني النهارده لما بيلجا الانسان للواعظ الديني النهارده فساعات يكون متشدد، ساعات ان هو ما بيورلوش ان الدين الاسلامي السمح، ان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني يحضرني حاضره ان احد الاشخاص اراد ان يقدم عنب للرسول، والرسول قاعد ياكل، وكان دائما الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعزم على الصحابه حينما ياكل اي شيء وهو موجود في المسجد، ولكن لم يعزم. فالصحابه يعني قالوا ليه الرسول مرضاش ايه يدينا وكده، وكل 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 وكل، ثم انصرف الرجل وكان الرجل يبتسم. فلما سألوا الرسول قال لهم، وهذه كانت من اخلاقيات الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لهم لو اعطيتكم منه كان حامضا وكان ايه فيه لكنت قلت للرأي، انت كنت هتقول للرجل ايه ماذا اعطيت للرسول، وكان الرجل سيزعل. شوف شوف يعني الرسول كانش عاوز يزعل الرجل رغم ان هو الاكل ايه حامض. عشان الاخرين النهاردة فين بقى ده من الواعظ الديني النهاردة اللي هو يوصل هذا للشباب؟ إذا بدأنا بأول عوامل التفكك والانهيار الأسري نجده متمثلا في غياب الرقابة الأسرية. أب مشغول بجمع المال، أم مشغولة بمظاهر الحياة الكاذبة، بيت خلا من ذكر الله عشش فيه الشيطان، بيت لم تقم فيه صلاة فهو بيت خرب وإن بدت عليه مظاهر الرفاهية والثراء، مواقع خبيثة للتواصل الاجتماعي قد يقع النشء فريسة لها، رفاق سوء لم يجد الشاب أو الفتاة من يستنقذه من مخالبهم. إذن لابد من الرقابة. النقطة الثانية أشار الدكتور عبد الله لموضوع المائدة. موضوع المائدة كانت مدرسة
يقول عمر بن أبي سلمة كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حديث معروف لما كان بيجلس مع النبي على الطعام. يقول كانت يدي تطيش في الصحفة فعلمني النبي برفق، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي برفق. لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. لأن حضرتك أشرت إلى نقطة العنف، العنف بيولد عنف. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. حتى في العقاب سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول مجرد إظهار وسيلة العقاب للتهديد هي رادع، فقال علقوا الصوت أمام أهل البيت فإن فيه أدبا لهم. مجرد أن أنا أظهر العصاية أو الصوت أمام أهل البيت دون استخدام هذا يكون فيه رادع لهم. إذن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لما رأى الحسن حفيده مد يده إلى تمرة من تمر الصدقة وقربها إلى فمه لم يضربه، مع أن هذا خطأ، وإنما قال له كخ كخ، أما علمت أننا لا يجوز لنا أن نأكل من تمر الصدقة؟ علمه برفق. عبد الله بن بصر لما أرسلته أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطف عنب أكل منه وهو في الطريق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه حفظ الأمان، فأمسك بأذنه برفق وقال يا غدر هذه أمان، ليعلمه الأمان. ولكن هنا طرحت على حضرتك السؤال، علماء الدين يعني هل يقومون بما يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة بيقوموا بهذا الدور، ولا النهاردة أصبحت برضو أن هم يعني تركين ده للأبهات والأمهات الحاجات دي كلها؟ يعني اسمح لي أذكر أربع أصناف من الناس خطر جدا على النشأ وعلى المجتمع وحذر منهم الدين. المتفيهقون والمتنطعون والخراصون والسقارون. ممكن تكون المصطلحات دي مش معروفة لدى البعض لكن موجودة في المجتمع. المتفيهقون الذين يدعون الفقه والعلم ويفتون الناس بغير علم، ومن أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. المتنطعون المتشددون المتزمتون المتعصبون الذين يصعبون على الناس ويعسرون عليهم أمور دينهم وينفرونهم من الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم لمنفرين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشد دين أحد إلا غلبه، وقال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. في يوم من الأيام كان فيه راجل مع زوجته في السوق وكان في إيده تمرة واتخانق مع زوجته، حصل شجار بينهم، فقام قال لها أنت طالق إن أكلت التمرة أو طرحتها، يعني لو أنا أكلت التمرة هتبقى طالق ولو أنا سبت التمرة هتبقى طالق برضو. وبعد كده الراجل ندم وعايز يرد زوجته تاني، فطبعا المتنطعون اللي هم المتشددون قالوا ما فيش مفر من الطلاق، لأن أنت لو أكلت التمرة هي طالق، لو سبت التمرة هي طالق. فلما جه الإمام الشافعي عليه سحائب الرحمة قال له يا هذا كل نصف التمرة واطرح نصفها وأمسك عليك زوجك واتق الله، فيه يسر في الدين. فالمتنطعون المتشددون. وأما الخراصون فهم الذين يتنبؤون ويخمنون بعض الأشياء فتكون خطأ وكذبا، قتل الخراصون. وأما السقارون فهم الذين يسبون الناس بالتلاعن، فيقول أحدهم لغيره يلعن الله أباك يلعن الله أمك أو ما شابه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتي على شريعة صحيحة ما لم يظهر فيهم السقارون. قالوا وما السقارون يا رسول الله؟ قال قوم تحيتهم التلاعن والعياذ بالله. طيب دكتور عبد الله، يعني إذا كان الدكتور سعيد شرح يعني المتعصبون القارسون والآخر والكلام ده كل ده، هل إن الشباب النهاردة يعني حينما لا يجد الأب، يجد الأب هناك في مشاكل بينه وبين أمه أو الحياة العملية وخروجهم دي، ويلجأ إلى النت، يعني يلجأ إلى النت ويلجأ إلى الوسائل الفضائية والآخر والكلام ده كل ده، هل بتبدأ إن هنا الحالة المزاجية ومثلا ممكن الجريمة ممكن الأعصاب ممكن كل ده بيلعب دور في تكوين شخصيته المزاجية؟ طبعا ده أكيد حضرتك. فاحنا عايزين نقول ان غياب سلطة الاب داخل الاسرة ده خطر جدا. يعني هو دين الاسلام يحدد الام ليها دور والاب ليه دور. لا تستطيع الزوجة بحال من الاحوال ان تغطي دور الاب. بدليل، انا اجيب لك دليل واضح يمكن كلنا نعرفه، ان الاباء اللي بيسافروا السعودية بعد 10 سنين و15 سنة ويكونوا فلوس وبتاع يرجعوا الى اولادهم فشلوا في التعليم. ليه؟ لان وجود الاب داخل الاسرة فيصل، لان الاب ده ليه سلطة وعنده القدرة انه يعلم ويفقه أولاده أكتر من حاجة. فالتربية أهم من المادة. يعني حتى يقول لك ربي ابنك أن تبني في ابنك خير من أن تبني له. يعني أنا لما أبنيه أخلاقيا أبنيه
علميا، ابنيه دينيا، يبقى هذه هي التربيه الايه؟ الصحيحه. انا ممكن اسيب له فلوس وممكن اسيب له حاجات كثيره، لكن هنا خرج عن نطاق التربيه. مرحله التربيه في علم النفس عندنا مهمه جدا، تبدا من سن 4 سنين او 5 سنين. في ناس كثير يقول لك لا ده طفل، ده لا ده السلوك بيكتسبه، ونظريات علم النفس وفرويد وكل النظريات، والرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث يعني بيقول لك صاحبهم لخمس لسبع ومرهم بالصلاة وصاحبهم سبعة ومرهم بالصلاة العشر واضربوهم عليها العشر. فإذا عملية التربية في المراحل الأولى هي الأساس. غياب دور الأب في هذه المرحلة ده بيشكل خطورة على الطفل، وبالتالي بيبقى في أطفال منحرفين وبيبدأوا يخش مرحلة الشباب هو منحرف، فده بيشكل خطورة في عملية التربية. عشان كده احنا بنقول وجود الأب مهم جدا في الأسرة. مراحل التربية الإسلامية معروفة، أنا مرحلة الملاعبة أنا بلعبه لغاية 50 أو 60، يبدأ بعد كده يخش المدرسة أوجهه، يبدأ بعد كده يصل إلى أمره بالصلاة. كل هذه الأشياء مطلوبة في التربية، غياب أجزاء من هذه الأشياء بيؤدي إلى انحراف الأطفال. طيب دكتور يكر، أنت ذكرت فرويد، يعني بعض من الناس الشباب الجديد يعني في الجيل الجديد لا يعرف من هو فرويد والنظريات العلماء الفلاسفة اللي أثروا في التاريخ النفسي والبشري والآخر والكلام ده كله ده، هل برضو نقول إن الثقافة، غياب الثقافة العامة هي تؤدي أيضا إلى أن الشاب يلجأ إلى النفس؟ عايزين نعرف أولا ما هي الثقافة؟ الثقافة هي الكل المركب من العادات والتقاليد والعلم، كل حاجة بسميها ثقافة تتجمع، وحتى الأم لها ثقافة. يعني الفرد ليه ثقافة، الأسرة ليها ثقافة، المجتمع ليه ثقافة، الأم أو الدولة ليها ثقافة. فالثقافة دي مهمة جدا. غياب الثقافة العامة ده بيشكل خطورة بالنسبة للشباب، لأن الشباب دلوقتي بيعملوا حاجات هو مش عارف أثرها إيه. لا هو مش عارف الأثر، ممكن مثلا طالب في جامعة مش عارف أبوه بيصرف عليه تلاقيه بيشرب سجاير. وانا بكلم يا ابني انت دلوقتي في مرحله تعليم وليست مرحله انك انت تشرب سجاير او تنحرف في هذه السلوكيات. فهنا الغياب الثقافه يعني الاب والام المفروض يعلموا ويثقفوا الطفل من ناحيه دينيه او من ناحيه اخلاقيه من ناحيه علميه، يدوا له معلومات، لازم يبقى عنده فكره عن كل هذه الاشياء، لان ده بيشكل شخصيته، وهذا الشاب هو رجل المستقبل. فاذا كان انا ما اديتوش يعني زي ما اقول لك التعليم في الصغر كان نقش بالايه؟ بالحجر. لكن لما يكبر الشاب، وانا مثلا عندي ابن 18 سنه وما بيصليش، واجي بعد 18 اقول له يا ابني انت ما بتصليش، طب ما انا من الاول. فانا اخلي الدين والحاجات دي كلها كسلوك داخلي في الانسان. يعني انا لما ازرع السلوك اهم من ان انا اعلم نظري. لما انا اعلم نظري الطفل مش هيتعلم، لكن لما اعلمه السلوك اجيب له مصليه صغيره اشجعه على الصلاه، اقول له طب اذن كده انا عايز اسمع الاذان بتاعك، طب ايه رايك انت تاذن وانا هنصلي مع بعض، فاحسسه بكيانه السلوكي، هذا السلوك الذي ينغرس صعب ان انا اشيله منه. دكتور سعيد، يعني يمكن يعني مثلا في اول جريمه قتل في البشريه كانت بين هابيل وقابيل. نعم. ولما احد الاخوين قتل الاخر فلم يعرف يستطيع ان يدفنه، فانزل الله سبحانه وتعالى غرابا وجعل الشخص الاخر يقول ان الغراب هو اللي علمني ايات اعجزت ان اكون بهذا. طيب النهارده يعني هناك بعض من الشباب يقولون انا ليه اردت اضرب المثل ده، هتقول لي الله ده بعيدا عنك، لا ده المثل ده انا اردت ان اضربه اقول لك ان بعض بياخدوا بعض الشيوخ منهم قدوه. ثم يعني اتذكر ان احد الاشخاص كان يحرم شيخه، يحرمه يقول له الموسيقى حرام وان فيه، ثم بعد ذلك قال لي حينما لقيته يسمع الموسيقى قال لي ان شيخي الجديد قال لي ان من الممكن ان انت تسمع الموسيقى والاخر والكلام ده كله. فسالته وقلت له وانت، قال يا ليتني ارجع الى ايه الدين وارجع الى ايه كل ده. هل ان الشيوخ برضو يعني النهارده لما يجي واحد يقول لك كذا ثم التاني يقول لك كذا، يعني انت ما انت حائر ما بين الاثنين، يعني نمشي على اني مذهب يعني؟ صحيح. اعجبني ما قاله ابو الاسود الدؤلي، يا ايها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم، لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. الواعظ ان ما كانش هو من داخله قدوة صالحة لمن يعظه لن يؤخذ منه هذا العلم، بل انه هيحدث تشتيت لدى الناشئ او الشباب. زي ما قلنا التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، فالشاب منذ نعومة اظفاره منذ صغره الدرس اللي بيتلقنه في الصغر بيظل معاه في الكبر. المأمون ابن هارون الرشيد كان له معلم قريب نجيب ذكي. فالمعلم ده في يوم من الايام والمأمون صغير وهو بيعلمه ضربه بدون سبب، فقال له المأمون يا أستاذي لما ضربتني؟ قال أسكت ونهره ولم يجبه.
عاود السؤال عليه مرة أخرى في وقت آخر، لما ضربتني يا أستاذ؟ ماذا فعلت؟ قال أسكت ولم يجبه. بعد 20 سنة صار المأمون خليفة للمسلمين، بقى هو حاكم المسلمين. وجد أن أستاذه لا يزال على قيد الحياة، أستاذه اللي ضربه من 20 سنة، فدعاه ما عاد جابه. فلما جاله الأستاذ قال له يا أستاذي لما ضربتني منذ 20 سنة؟ قال له أولا تزال تذكر تلك الضربة حتى الآن؟ قال نعم والله ما نسيتها يوما. قال إذن فقد نجحت في تلقينك الدرس الذي أردت أن ألقنك إياه. أنا كده نجحت في أن أعلمك درس عايز أعلمه لك. قال له إيه هو؟ قال له إن الضربة اللي بيضربها الظالم للمظلوم، المظلوم لا ينسى طعنة الظالم مهما مرت الأيام. طيب خلينا معنا أم محمود من الأقصر. مساء الخير يا أم محمود، فضلي. من أسوان. من أسوان، اتفضلي. أهلا أهلا بأهل النوبة. من أسوان، يعني من داخل إدفو كده إن شاء الله. اتفضلي. من إدفو. إدفو. طيب وطي التلفزيون بس لو سمحتي. حاضر. اتفضلي. شيخ أنا معي ابني دي، يعني أبوه في السعودية. لا حضرتك وطي التلفزيون وقولي حضرتك ما اللي طلباه حضرتك، سؤالك يعني. طالبة يعني أنا هل مقصة مع ابني، ابني دي تاني بابا يصلي يعني مش راضي يصلي، هو فقد سنة في الدبلوم، ويعني بترجع على طول إنه هو يصلي ويعمل وزي كده، ما فيش يعني ما فيش خالص يعني أغاني على التلفون وزي كده ويطلع برا مع أصحابه وكده، ما مش قادر يعني. هل أنا مقصرة في الحتة دي؟ يكون أنا السبب يعني ولا حاجة؟ هو أبوه يعني في السعودية. يعني أنت خايفة إن أنت تكوني أنت السبب، مقصرة في إن أنت توجهيه للصلاة والصوم والالتزام الديني، يعني أنت خايفة من كده؟ طبعا. ومعايا أخوه يعني الكبير، بسم الله ما شاء الله الله أكبر، يعني يصلي الفجر وكل حاجة يعني، يادي من كليته من أوضته ما يطلعش وما بتعاملش مع حد ولا أي حاجة. طيب عاجبني كده، بس هو ده كده يعني مش مريح. يعني هل أنا مثلا عشان أبوه مسافر هل أنا بمقصرة؟ طيب أنا مش عايزة كده، خلاص يعني أنا عايز أعرف الحتة دي بالمثل. خلاص اوكي، هيجيب عليك فضيله الشيخ محمد السعيد، وان شاء الله يا رب ان هو يا ربنا يهديه ان شاء الله. اتفضل دكتور. شكرا ام محمود. ام محمود ذكرت مشكله في كثير من البيوت، ان الشاب يكون يعني له سلوكيات غير قويمه، والاب او الام يحاولوا ان هم يقوموه ولكن لا يستجيب. في هذه الحاله عليها اتباع 3 امور. اول امر الدعاء لله عز وجل. قبل أي شيء أتوجه بالله للدعاء. ليه؟ لأن ربنا قال في القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن احنا ندعي لأولادنا، ونهى عن أن احنا ندعي عن أولادنا، فقال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم فقد تصادفوا ساعة إجابة فتندموا على ما تقولون. لذلك ينبغي عليها أن هي تتخير أوقات الإجابة في الثلث الأخير من الليل وتدعو لولدها بالهداية، والله عز وجل سيهدي. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية الإلحاح في التوجيه، يعني ما تقولش خلاص أنا قلت له مرة واثنين وثلاثة وعشرة وما بيستجيبش يبقى سيبه يتدمر، لابد من الإلحاح في التوجيه. النقطة الثالثة اختيار الرفقة الصالحة، أحاول أشوف الصالحين يصاحبوه ويوجهوه. طيب خليني أخد قبل ما أروح للدكتور عبد الله، خليني أخد أم محمود من الجيزة. السلام عليكم أم محمود. اتفضلي. ايوه لو سمحت يا شيخ الله يبارك لك يا ابني، سامعني كده؟ وطي التلفزيون لو سمحتي. ماشي وطي التلفزيون. ماشي حاضر. سامعني كده حضرتك؟ اتفضلي. وطيته خالص اهو. دلوقتي انا معايا يعني ابني، انا معايا يعني مثلا ايه اولادي بسم الله ما شاء الله 4 صبيان. بس ابني يعني ده انا بفضله شويه يعني عنهم، لان هو ايه وهم بيحبوا بعض الحمد لله وكويسين وكلهم كويسين يعني، فبس يعني حالته اقل منهم، فيعني ده ايه مثلا بديله ازيد منهم، ده يجرى حاجه؟ يعني في تمييز، يعني انت بتعملي عمليه التميز ما بين هم عارفين يعني اخوات
دلوقتي وراضيين وعارفين عشان لا بس برضه حتى إذا, اذا اذا انت ممكن يعني انا من وجهه نظري ممكن علم النفس يجاوبنا عليه ان احنا ما نديش يعني ايه امام بالظاهر يعني ممكن اديله كده في حتى ما نولدش الحقد والضغينه بعد كده يعني في المستقبل مستقبلا. على كل اللي هيجاوبوك ايه ام محمود شكرا من الجيزه هيجاوبوك علمائنا الافاضل اساتذتنا. دكتور عبد الله يمكن انا هي قالت حاجه قالت ان برضو دي يعني مش من الممكن ان انا النهارده لما يكون الام بتدي يعني في وتقول لك اخواتهم راضيين ممكن يكون راضيين عشان ما يزعلوش الام لكن في النهايه تولد الضغينه. لو شفنا سيدنا يوسف يعني هي كانت في فكانت كانوا يعتقدوا ان سيدنا يعقوب ان هو كان يحبه اكتر يحب يوسف اكتر ايه منهم فكانت هنا ايه الضغينه يعني كانت موجوده. وايضا ذكرت ام محمود من اسوان قالت ايه ان الاب غايب مش قادر وانت ذكرت ان غياب الاب برضو كان ممكن بيلعب دور اساسي الام مش قادره تقاوم لك تقاوم هذا ايه الشخص يعني. اولا يعني انا اشكر ام محمود وام محمود محمودين واحده في جنوب الصعيد وواحده في الجيزه ما برضه نفس الصعيد الجيزه هي الصعيد لكن احنا عايزين نقول ان ام محمود الاولانيه انا بنصحها ان هي تعمل تواصل بين الاب والابناء يعني مثلا تحسسهم ان ابوهم غايب بس دلوقتي وسائل الاتصال متاحه وسائل كذا وكل هذه الاشياء فهي دايما يعني تحسسهم ان ابوهم معاهم تتواصل معاه تكلمه بحيث هو برضه يدي دوره في نصائح للابن. وطبعا زي ما قال فضيله الشيخ الدعاء للابناء ده حاجه يعني جميله جدا ان هي تدعي له ممكن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لدعاء الام بالذات يعني دعاء الام بالذات ده انا شايفه حاجه كبيره كنز كبير جدا. النقطه الثانيه بالنسبه لام محمود في فروق فرديه بين الابناء ناس كتير من الاباء بتغيب منهم الحته دي يعني ينسى ان هناك فروق فرديه. نفترض ان اب مثلا عنده ابن في كليه الطب وعنده ابن التاني دبلوم ما ده قدراته وده قدرات فالقدرات دي من عند ربنا سبحانه وتعالى فيجب على الاب والام ان تراعي الفروق الفرديه بين الابناء بحيث ان هي لو التفرقه دي غلط يعني ان هي ام محمود خطاها ان ميزت احد الابناء عن الاخرين هيبقى في الصفات اللي تميزه هو شاطر اكيد هو متفوق اكيد في صفات طيبه لكن كل انسان ربنا اداله قدرات معينه فيجب التسويه والعدل بين الابناء ده مطلوب يعني. طيب معانا سعيد من كفر الزيات اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل. والله انا بحب الاول احيي قناه الصحه والجمال والله والله يعني انا يعني الموضوع اللي هم بيتكلموا فيه موضوع الشباب وتربيه الناس اقسم لك بالله دي اكتر موضوع يا ريت تعلمونا وتعلموا الاجيال بتاعتنا وتعلموا اولادنا وعيالنا ازاي نربي الناس التانية ازاي نربيهم والله لان احنا كل بيت فيه مشكله في التربيه صدقني مش كلام يا ريت على طول البرنامج ده يكون متواصل ويا رب يفتحها عليكم ويزيدكم يكون في ميزان حسناتكم. شكرا. ميزان حسناتكم الشيخ الاخ سعيد اللي بيتكلم ده بسم الله ما شاء الله لا والاستاذ بتاع الفلسفه ده راجل محترم. تعلمونا ازاي نربي اولادنا من الصغر على طول البرنامج ده ما يتقطعش لان دي اهم قضيه بيقابلها الشعب المصري في الوقت الحالي. طيب شكرا استاذ سعيد من كفر زياد معانا مع الاستاذ محمد من الجيزه اتفضل استاذ محمد. استاذ محمد. الو استاذ طارق ازي حضرتك؟ الله يسلمك. الحمد لله على السلامه ومنور الدنيا وهلو اهلا بيك ومنورين بضيوفك انا بضيفك الكرام اهلا بحضرتك الله يخليك. انا بقول لحضرتك ان دلوقتي في ظاهره الشباب دلوقتي اللي في الشوارع واللي بيقتدوا بالافلام الهابطه دي انتشرت بصوره بشعه قوي فدور الاب والام هنا في تقويم الشباب ان هم ما ينسقوش تبع الظاهرات اللي هي بنشوفها دي في السوشيال وفي الافلام والحاجات اللي انتشرت بصوره رهيبه دي. طيب شكرا اخ محمد من الجيزه وطبعا في دكتور سعيد يعني خليني اطرح السؤال عليك انت والدكتور عبد الله يعني اذا كان البعض من المتصلين كان بيتكلموا وخاصه اخ الاخير محمد من الجيزه كان بيقول ان الاعلام بيلعب دور طيب ما هو برضو نقدر نقول ان الجامعه ايضا ليها دور يعني اذا كان الاب والام في البيت فايضا الاستاذ له دور ايضا في الجامعه وايضا عالم الدين ايضا له دور
هناك ايضا يعني البعض يقول ان هناك في تقصير ايضا في التفسير، يعني البعض يقول ان سنن الرسول عليه الصلاه والسلام لم تشرح للشباب ولم فيه، يعني كل ما يعرفه يعني هناك اشياء كثيره جدا تاتي بالصدف البحته. نعم. يعني مثلا احد الناس يقولون في سوره الكهف حينما ذو القرنين، من هو ذو القرنين؟ يعني ما هو فيه او كيف؟ فتمر مرور الكرام على ايه هذا؟ لم نسمع كلام من الشيوخ عن هذا في الجوامع او في المدارس او في اي شيء لتشريح ايه هذا الموضوع. خليني اخذ الاجابه من حضرتك، بس اخذ لاحمد من اسكندريه. اتفضل يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا استاذ احمد. عليك السلام. لو سمحت، انا كان في مشاكل بيني وبين طليقتي قبل ما اطلقها، وكانت على طول بتغضب وبتسيب البيت، وكانت على طول بتطلب الطلاق، وانا كنت بهددها ان هي مثلا لو سابت البيت هتطلقها هي، فكانت بتاخد ان هي ان انا بهددها، وكانت بتخرج وبتمشي عشان خاطرها فعلا انفذ يمين الطلاق. وحصلت مشكله اخيره، واتفقوا ان هي عشان ترجع ان هي تضمن حقها ان هم مدونها وصولات امانه وهي تنازل عن القايمه. فمدونها ثلاث وصولات امانه بمبالغ كبيره. وبعد ما حصل الكلام دوت بدات تهددني ان هي عايزه الطلاق وان هي مش عايزه تعيش معايا وعايزه تاخد كل حقها. فانا نفذت اللي هي عملته وخلصت وطلقت عند المأذون، وبعد كده هي حرمتني من الاولاد، حتى انا ببعت ناس عشان خاطر ان هم الاولاد يجوا لي، هي منعتهم حتى ان هم يجوا لي بعد ما خدت كل حاجه، حتى ما خلتليش اي حاجه. ف يعني الخط مش فيه. طيب معايا احمد ولا مش معايا؟ انا حضرتك. طيب يعني حضرتك ايه اللي بتطلبه في النهايه؟ انا دلوقتي بطلب ان هي دلوقتي عايز. طب احمد عاود الاتصال تاني، عاود بينا الاتصال مره ثانيه يا احمد، لان الصوت ايه مش مسموع. طيب يعني انا بس قبل ما نجاوب على احمد حتى يعود الاتصال بينا، انا بسال يعني النهارده اذا كنا نحمل الاساتذه في الجامعات وفي المدارس ايضا، اتساءل ايضا يعني هناك بعض الاشياء، يعني انا كرجل كبير ايضا اجد ان في اشياء كثيره غائبه عني عن سنن الرسول عليه الصلاه والسلام. في البدايه لابد من بناء النفوس بناء قويا، بمعنى ان انا اعلم ابني او اعلم تلميذي لا يكن احدكم امعة، يقول انا مع الناس ان احسنوا احسنت وان اساءوا اسات. يشوف فيلم هابط فيه عنف فيه بلطجه يقول هو زي الشباب زي الناس اللي بيعملوا كلام من ده. من الطلائف الرمزيه اللي بتروى موقف الثعلب الذي سقط على ذيله حجر فقطع ذيله، فراه ثعلب اخر فقال له لما قطعت ذيلك؟ قال حتى أتخلص منه وأستريح منه، إنني أشعر بسعادة كبيرة وكأنني أطير في الهواء، يعني كذب عليه. فقلده الثعلب الآخر وقطع ذيله، فلما وجد ألما ولم يجد متعة عاتب صاحبه، قال له ليه أنت ضحكت عليا؟ قال له علشان تعمل زيي، وما ينفعش أنت تقول لبقية الثعالب الحقيقة، لازم نكذب عليهم عشان يعملوا زينا. فبدأوا يكذبوا على الثعالب لغاية لما بقى أغلب الثعالب لا ذيل لهم، وصاروا يسخرون ممن له ذيل من الثعالب. وأحيانا بيبقى فيه بعض المجتمعات يكثر فيها الفساد الأخلاقي فيسخرون من صاحب الأخلاق، لكن كل إنسان نقول له لا يضرك قدح القادحين ولا يغرك مدح المادحين. طيب قبل ما اخش الدكتور عبد الله عشان اسال دراسه فيه، لان لم يتبقى لي غير حوالي 9 دقائق. مدام كريمه معايا، من مدام كريمه اتفضلي. اهلا بحضرتك. لو سمحت، انا عندي ابني عنده 13 سنه مغلبني جدا، يعني مش عارفين نمشي معاه بطريقه ازاي، لا مثلا عنف جايب نتيجه ولا محايل بابا جايب نتيجه. من الشخصيات اللي هو ممكن يكون عنده فرط حركه شويه. طبعا حد صاحبه مثلا ده مش كويس، ما ينفعش صاحب ده يقول لي لا ما هو خليت ربنا. انا عايزه اوصل لك ان في كويس وفي مش كويس. لو مثلا قلت له ما تعملش كذا، خلاص انا قلت له يقعد يعيط، بعدها بشويه الاقي بيعمل اللي احنا قلنا ما يتعملش. حتى بابا مثلا يصاحبه يقول له ما ينفعش نعمل كذا، لو عملت كذا ازعلك او ازعل منك. مفاجاه برضه بعدها ان هو بيعمل نفس الموضوع. عنده تشتت مع المدرسين، هو في ثالثه اعدادي. مثلا يسيب المدرس ده ما بفهمش منه، يروح لده يروح لده يروح لده، والمدرس اللي يختاره في الاخر برضه لازم يطلع فيه عيب. انت بتغلط مع المدرس يقول انا ما بغلطش، انا ما بعملش كذا. يعني يقوح معايا بحيث ان هو ايه، هو ما بيعملش حاجه غلط. طيب
مش شايف نفسه ما بيغلط. خلاص اوكي شكرا مدام كريمه. والدكتور عبد الله يمكن هو برضو هنا في يعني هل دي بقى حاله مزاجيه، حاله نفسيه، هل اضطراب نفسي؟ وفي اضطراب نفسي، تشتت الانتباه وفرط الحركه، ده موجود عند نسبه كبيره من الاطفال وبالذات في هذا العصر يعني، وانتشر هذا الموضوع. لكن ده يعني المفروض هي تعرضه على اخصائي علاج نفسي بحيث يعمل له جلسات نفسيه ممكن حالته تتحسن. دي نقطه. النقطه الثانيه في المعامله ما تعاملوش كطفل عادي، يعني ما تنساش ان هو عنده فرط حركه وتشتت في الانتباه، وبالتالي هذا بينتقل في عمليه التعليم. فهو بيحتاج الى مدرس برضه من مجال التربيه الخاصه بحيث يعني يفهمه او يعلمه. المشاكل اللي ظهرت اخيرا دي نتيجه من الاخطاء الاسريه. يعني برضه احنا مش عايزين نقول ان فرط الحركه وتشتت الانتباه ده ليه اسباب. من ضمن اسبابه ان الاسره بتهمل الطفل في مرحله معينه. هذا الاهمال في مرحله معينه بيأثر على حالته النفسيه، وبالتالي عنده اضطرابات مثل التوحد وفرط الحركه وتشتت الانتباه. كل هذه الاشياء موجوده عند الاطفال. لا، احنا عايزين نربي الطفل من البدايه، نحسسه بالاهتمام، نحسسه ان الاسره دايما في رعايه ان هذه الطفل. الحته اللي عايز اضيفها اخيرا طالما الوقت اذف، احنا بنقول مسؤوليه التربيه ثلاث اشياء. اول حاجه دور الاسره نمره واحد. يعني الاسره المفروض عليها دور تربي الطفل تربيه دينيه بالقدوه الحسنه بكل الوسائل الدينيه والاخلاقيه. النقطه الثانيه المؤسسه التعليميه سواء كانت مدرسه او جامعه برضو عليها دور. احنا عايزين نزود الجرعه الدينيه في المدارس. يعني انا زمان احنا مدرسنا كنا في سنه سته كان عندنا اجزاء من سوره البقره، ولازلنا حافظينها والله، لازلنا حافظينها، واجزاء يعني ياسين وحاجات كتيره. دلوقتي المقرر الديني يا فضيله الشيخ انا بشوفه حاجات بسيطه جدا، حتى في الاعداديه حتى في الثانويه، يعني لا ترقى الى مستوى فكر الـ او القدوه الحسنه. لا، احنا عايزين نظره، لازم نحسن هذه المناهج. طيب النقطه الثالثه الاعلام. والاعلام له دور كبير. سيادتك بتقول ما الحاجات دي لها تاثير، بس الاعلام اخطر. الاعلام بيخاطب الشباب مباشره وبيدخل معانا في البيت، ما احنا بنفتح التلفزيون التعرض الاعلامي ده موجود. عشان كده المفروض وسائل الاعلام يعني يبقى فيها رقابه شويه. طيب ما اخدش انا الافلام والمسلسلات على هي واقع، الشباب بياخدوها انها واقع. والله النهارده بيرددوا الكلمات. انا النهارده بالصدفه في مزبور الزمان بتفرج على مسلسل اسمه بين السرايات، شيء جميل، شيء جميل ورائع جدا، والصداقه والاخوه والمحبه. خلينا ناخد ياسر من شبرا اخر اتصال. ياسر اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا مطلق وعندي ثلاث اولاد وبقالي 8 سنين ما اعرفش عنهم اي حاجه. وبقالي 8 سنين في مشاكل وأواد وكده. احنا عايشين في القرن 21 والازهر سايب المسلم فريسه للسحر. انا عندي مشكله، الساحر دمر 5 اسر واتقبض عليه وجيب في تلفزيونات وعامل أواد وفي يعني اكتر من 100 شاهد في الموضوع، واخر حاجه ولع في بيتي بالجن. قبل ما يولع قال لي لو عملت محاضره ثانيه هولع لك في بيتك. ولع معاه جن ولع في البيت ورجع بعدها قال لي انا ولعت في البيت، واذا عملت محاضره ثانيه وعملت الامن الدوله وهنا وهنا. والازهر ما يعني مذكور في القران اللي الساحر ده مثلا قصاص بالنسبه للساحر. ما فيش حاجه في مصر، والبلد اتملت اكثر من 50% من حالات الطلقات في مصر سببها السحر. طيب على كل شكرا ليك على هذا الدخله. دكتور سعيد، يعني الجن والسحرة مذكورين ايضا في القران يعني. صحيح. وهذا حقيقه وليست خرافه، لكن نقول للاخ المتصل ولكل انسان بيشكو من هذا الضرر، علاجك في ثلاث حاجات اوضحهم لنا الدين. الامر الاول سورة البقرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسورة البقرة، فان اخذها بركه وتركها حسره، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. ولذلك يقرا سوره البقره بس تكون متصله كامله بدون انقطاع، ويكون مستقبل القبله ويكون على وضوء او طهاره. النقطه الثانيه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح بسبع تمرات عجوة في يوم لم يصبه مس ولا سحر ولا سم في هذا اليوم. فالانسان اللي يشك انه ممكن يتعمل له سحر او عمل او ما شابه ذلك، عليه ان هو ياكل 7 تمرات على غير ريق. ده تحصين الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا اياه.
النقطة الثالثة الأذكار، أذكار الصباح والمساء، ودعاء إبطال السحر اللي يتقال بعد الصلاة، اللهم إنك أقدرت بعد خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك بإذن الضر، فأعوذ بما احتفظت به مما أقدرت عليه بحق قولك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الحمد لله وتممنا الحلقة. طبعا دكتور عبد الله، آخر كلمة تقولها يعني لتنمر والحالة المزاجية للشباب، العيب الأسر، الأسرة، أو الغياب الوعي الديني، أو الكل مع بعض؟ والله زي ما قلت حضرتك ان في اكتر من عامل، يعني الاسره والوعي الديني ده مطلوب، وبرضو الاعلام يعني رحمه بالشباب. دكتور عبد الله السيد، انا استاذ علم النفس والفلسفه في جامعه 6 اكتوبر، شكرا لحضرتك يا فندم على حضورك معانا. دكتور محمد السعيد، يعني اخر جمله تقولها فورا وفي ثواني، ماذا تقول للشباب والاسره وايضا علماء الدين؟ علم ولدك القرآن والقرآن سيعلمه كل شيء. شكرا دكتور محمد السعيد عطلة، من أحد من علماء الأزهر الشريف، شكرا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا الأعزاء، يمكن زي ما قلت لكم بالضبط، يا أهل الهوى بالليل فاتوا مضاجعهم وتجمعوا بالليل وصحبة، وأنا معهم. أنا كنت في صحبة النهاردة علماء، أحد من علماء الأزهر وأحد من أساتذة الفلسفة وعلم النفس في مصر، والحقيقة شرفت بتواجدي معهم. أيضا أنا بشكر الأستاذ محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة جيو ميديا، أيضا المنتجين الفنيين الأستاذ تامر عبد المجيد والأستاذ محمد الملكي، أيضا بشكر المخرج وليد عمارة اللي هو طبعا بقول له باليوناني في خارستوك مستر وليد، ايضا بشكر ايضا محمد ابو سريع اضاءه، اسلام السيد صوت، محمد ناجح مدير تصويت، وعلي حسين ايضا، وكل زملاء ايضا اداره الانتاج، وكل يعني من كانوا معنا في الاستوديو. القاكم في حلقه قادمه ان شاء الله، وستكون الحلقه القادمه وهو نتساءل هل حقيقي ان احنا عندنا حاجه اسمها تنمر، ولا ده بدعه واخدينها من بره، وكمان التنمر ده سببه ايه وايه السبب؟ هل السبب ده راجع الى ايضا بين هلالين الاسره ولا الى المدرسه؟ القاكم الاسبوع القادم ان شاء الله. حتى ذلك الحين لكم مني ارق المنهى، هو طارق عبد الجابر، يقول لكم في امان الله، وتصبحوا على حب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.